كيف يتمثل المجتمع الدين، ماشي عاوتاني شي حاجه لا لا لا، خصو كيفاش يتعامل معها. فلذا ماشي الى فكر انا، وانا مشيت للتجربه ديال امريكا اللاتينيه ومشيت له التحرير، لانه ما كانش عيب نهائيا ان اليسار في امريكا اللاتينيه يتعامل مع ناس اللي من داخل الكنيسه، اللي كان عندهم دور كبير بزاف انهم يدافعوا على العداله، انهم يدافعوا كذا الى اشنو معنيتها، واش تخلوا على الماركسيه ديالهم؟ لا، تيحاول الانسان انه يأقلم على هذا الموضوع. هو راه ما مطروحش غير عليكم انتم فقط، لا، هو مطروح لكاع التنظيمات، حتى الليبرالي الليبرال خصو يمغرب الليبراليه ديالو، حتى الاسلامي. لان دابا شنو هو الفرق دابا وسط التيار الاسلامي ما بين الوهابي وما بين اللي تيتكلم على اسلام زعما اللي هو ينابع على بيئه مغربيه؟ هذا موضوع ديال المغاربه، تنظن بانه اقصى اليسار في المغرب ما بدلش فيه واحد المجهود اللي هو كبير بزاف. الا بدل فيه مجهود كبير بزاف، كونوا متاكدين بانه اول مساله لو هادشي تم في السبعينات، ما كانش غادي يخلي الورقه للنظام فين يلعب بانه يحاول يعزل هذا التيار على المجتمع بديك الاتهامات اللي زعما المفروض زعما ما مفروضش انه يسجل لها هذا، وراه تيديروا وتيفعلوا وكذا. ما بغيتش ندخل في هذا التفاصيل. علاش؟ لانه غيكون هوايا في صلب المجتمع والناس يعرفوا. علاش؟ لانه في حد ذاتها انسان يكون غير متدين او لا كرويون نو براتيكون او لا شي حاجه كاع من هذا، او لا عنده رؤيه ولا هذا راكم عارفين وسط المغاربه ما تيشكلش مبرر او لا سبب ديال انه ينبذوا ولا أنه لا، بالعكس اللي تينبذوا هو انه تيدخل في الصدام مع المجتمع. فلهذا انا تنظن الى تبذل المجهود بزاف على هذا المستوى، هذا في صالح الامتداد الجماهيري والمجتمعي ديال التنظيم. اما انا ماشي نقول يتخلى ولا هذا، لانه يتخلى هي ما يبقى سميتو نهج ديمقراطي، يدخل سميتو شي حاجه اخرى ولا هذا. ولكن انت تتكلم كيفاش انه يجتهد وفق واحد الرؤيه ولا دائما فد شيء زعما من الامور، لانه بما انك تدوش على التحالفات ولا هذا، وهذا موضوع مهم جدا. لا بالنسبه لي انا ما تيديرش لي مشكله على الاطلاق، باش نكونوا واضحين. زعما بالنسبه لي انا تنقدر المراحل. الان انا في واحد المرحله تنميزو بيناتها، حنا في واحد المرحله اللي باغي نديرو تغيير. ياك اشنو معنى باغي نديرو تغيير؟ هو باغي نحاربو الشعار اللي اتفقنا عليه، باغي نحاربو الفساد وباغي نحاربو الاستبداد، باغي نديرو النقيض ديالو اللي هي داكشي اللي اتفقنا عليه في 20 فبراير. في هذه الحاله واش انا تيشكل لي، لا تنقول الاصطفاف ما خصوش يكون ايديولوجي ولا عقائدي، الاصطفاف خصو يكون سياسي. على اساس شكون اللي ضد الفساد وشكون اللي ضد الاستبداد وشكون اللي مع الفساد وشكون اللي مع الاستبداد؟ علاش؟ لان مساله مرتبطه بموازين قوه، الميزان فيه جوج ديال الكفات، يكثروا فيه ثلاثه ديال الكفات غتكون في صالح اصحاب الفساد والاستبداد. فلهذا حنا تنقلبوا كيفاش انه تكون كفه في هذه المرحله. من بعد بطبيعه الحال ما لا اتصور باننا ما غاديش نكونوا متنافسين. فلهذا حنايا في المرحله ديال التغيير خصنا نقادو كل شيء اللي ممكن في شبهه وحده، وعلى اساس اصطفاف سياسي اللي غيكون عابر للعقائد، عابر للايديولوجيات، عابر لكل شيء. من بعد غنجيو لواحد المرحله ثانيه ملي فعلا الا درنا بيئه ديمقراطيه اللي فيها كل شيء، غادي ندخلوا للتنافس. اي التنافس هذيك الساعه ما فيها باس، غيكون لا اصطفاف ايديولوجي ولا اصطفاف برنامجي ولا عاوتاني نبقاو في الاصطفاف السياسي. هذه كلها امور راه كلها صعيب شي حد يحسمها من الان، لانه هذه كلها تمارين ممكن تبين بانك ربما كاينه حواجز وهميه ولا دا. ولكن ديك الساعه ملي تيولي التنافس تنكونوا درنا الارضيه الاساسيه ديال السياسه. الان نشتغلوا بهذا الاصطفاف، حنا تنعرفوا دابا في الجبهه ديال النظام فيها اسلاميين، فيها ليبراليين، فيها يساريين، فيها كذا. في هذه الجبهه هي ممكن نلقاو كذا، علاش هادو موحدين؟ علاش يدير دابا الشيوعي مع راه قال ما خص الشيوعي سابقا الاسلامي سابقا كذا، راه ما بغيتش ندوي كاع ما جايش كاع ندخل في هذا، ولكن راه باين نفس الشيء. وانا تنعاود تناكد التجربه اللي عشنا ديال 2011 خص كل واحد يجلس ليها ويدير لها واحد التقييم ولا، لان كونوا متاكدين بانها ستبقى لحظه فاصله في تاريخ المغرب
وقع فيها ما وقع. وانا علاش قلت لكم ما بغيتش ندخل في التفاصيل ديال هذا، لان وقع ما وقع، لان ما ندوش على شيء ديال السقف ولا هذا، راكم عارفين شنو اللي غيكون موقفي منه ولا هذا. ولكن الا ما اتفقناش على السقف راكنا اتفقنا على السرعه الاولى والثانيه والثالثه ولا هذا، كاين اللي بقى واحد ليا في فروميان وجات فرص ديال اننا ندوزو السرعه الثانيه ولا هذا. هذه تفاصيل كيف قلت ما بغيتش ندخل، ولكن راه بينات بان المغرب بهذه الطريقه اللي غاديه بها المؤسسات ديال الدوله يستحيل ان يقع هناك تغيير نوعي في العمل السياسي في المغرب انطلاقا من النسق السياسي الرسمي. الى شي حاجه تاكدت هي اكدت الصوابيه ديال الناس اللي كان عندهم هذه الرؤيه السياسيه وهذا التقدير السياسي، راه الفعل الحقيقي خص يكون في المجتمع وخارج هاد المؤسسات الرسمية، لأنه راه غير قبل في 2010 راه كاين أحزاب اللي ولات تحشم تقول إصلاح دستوري، ولكن بعد 20 فبراير كلها تتسابق تعطي مذكرات. واش عاقلين بأنه راه كاين حزب اللي لحد الآن والله ما عندنا معلومة واش قدم المذكرة ليلة المؤتمر ديالو ولا ما عندناش، يكذب عليك وكل شوية كاينة معلومة، ولكن التناسل ديال ولا صافي الإصلاح الدستوري كل شيء ولا سيدي. ولكن اللي تكلم في هذا الموضوع ولا هذا واللي كان عنده تقدير ولا هذا، ما عشناه من بعد 2011 راه كان راه ثمرة من ثمرة ديال النضال ديال هاد الناس. فلذلك إلا تنعاود نأكد مغربة المرجعيه الفكريه ديال 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 النهج الديمقراطي، واضح زعما هذا لا مصطلحا ولا مفهوما ولا صياغه ولا امثله، هاد المستويات بربعه، لانه باش تلقى القبول، لان حيت شنو ترى باغي تلقى القبول في المجتمع ماشي باش ترضيه دائما، لا والا راه هذا سؤال مطروح على اي واحد، راه حتى انايا ملي تنطالب بشي حوايج ولا هذا راه بالتاكيد راه واحد الشريحه من المجتمع ما نقولوش تنستعديها، ولكن بالتاكيد راه تنهربها مني. وهذا هو الثبات على الانسان، كل عنده مبدا وكل عنده لا تاني راه تعاود ما غيدي كل شيء.